السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكونوا ان شاء الله بصحه جيده كالعاده دائما معكم كلثوم. ان شاء الله فغادي نشارك معكم هذه الغريبه هذه، يعني اللي كدير الحامض اللي كتجي زوين ولذيذه في نفس الوقت، يعني بمقادير كلها بسيطه. فكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنبشكر جميع المتتبعين ديال القناه، ودابا ان شاء الله ندوزو للطريقه والمقادير. هنا كما كتشوفوا عندي حامضه، يعني عصير ديال الحامضه، يعني حامضه كامله. عندي 30 غرام ديال السكر سنيده، عندي 60 غرام ديال السكر كلاصي، عندي 60 غرام ديال الزيت، عندي جوج بيضات، عندي شويه الملحه، عندي واحد قشره ديال الحامضه، وعندي شويه ديال الخرقوم، وعندي الفاني، وعندي شويه ديال السكنجبير. عندي هنا جوج باكيات ديال الخميره، يعني 16 غرام، وعندي 300 غرام ديال الدقيق. ملي كنحط واحد الاناء اولا واحد البول، كنديروا فيه دوك جوج بيضات، من بعد كنضيفوا لهم ديك الملحه، غادي نضيف هنا ديك سنيده اللي هي 30 غرام، وغادي نضيف هنا 60 غرام ديال السكر كلاصي. انا غادي نخدم هذاك البيض مزيان، يعني غادي تحاولوا كتخدموه مزيان. من بعد انا غادي نضيف الزيت اللي هي 60 غرام، غادي نخلط المكونات كلها مع بعضياتها مزيان. انا غادي نضيف ديك راس معلقه ديال الخرقوم، غادي نضيف سكنجبير نص معلقه ديال السكنجبير، غادي نزيد بودره ديال الفاني، وهنايا غادي نضيف القشره ديال الحامضه اولا ليمونه. انا بعد غادي نعاود نخلطو مزيان، وهنا غادي نضيف العصير ديال الحامض، يعني عصير ديال الحامضه كامله، وهنا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه، وغادي نضيف عليه هنايا الخميره، يعني جوج باكيات ديال الخميره 16 غرام. صافي غادي نكمل هذاك الدقيق اللي غادي نكملو. صافي انا غادي نحاول اني نخدم شويه بيديا باش نتحكم فيها مزيان. هنايا صافي زدت معلقه واحده على ديك 300 غرام، زدت معلقه ديال الدقيق غير باش حيدت هذاك ديك العجينه من يديا، وهذا يعني ما تزيدوش الدقيق واخا تكون باقا كتلصق خليوه. صافي هنا كنغطيوه وكنديروه في الثلاجه، كنخليوه واحد 30 دقيقه اللي كنخليوها هكا في الثلاجه، يعني ضروري ما ندخلوها للثلاجه. صافي من بعد ما فات ديك 30 دقيقه كناخذ السكر كلاصي سبيسيال، فصافي هنا كنشكلوا ديك الغريبه وكنفندوها في السكر كلاصي مزيان. وفي هذه الاثناء راه درنا الفران كيسخن. هنايا كندير الطريقه هذه، كنحاول اني كندور هكا بهذا الشكل باش كتلبس ليا كلها، وبلا ما كنبقى نفند وحده بوحده، هكا كتجي طريقه سهله. فهاد الحلوه هذه كتجي بالمذاق ديال الحامض، كتجي زوينه ولذيذه في نفس الوقت. صافي انا كنحاول نضغط على واحد شويه هكا من الفوق، ومن بعد كدخلت الفران بعد ما طابت كانت على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، راه كتجي زوينه ولذيذه في نفس الوقت، حتى في المنظر ديالها كتجي زوينه. فكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وهنا كنشكر جميع المتتبعين ديال القناه اللي من المغرب وخارج المغرب. المهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.